السلام عليكم. هل يمكن إنشاء حساب آخر على الفيسبوك؟ يعني ممكن نعمل حسابين فيسبوك على نفس الجهاز؟ طبعا في هذا الفيديو اليوم إن شاء الله راح نتعلم كيف ننشئ حساب آخر على الفيسبوك، وكيف ممكن ننشئ صفحة على الفيسبوك بحيث إنك إذا بدك بتحب تربح منها. ولكن بالنسبة إلي أنا شخصيا، أنا عندي حسابين على الفيسبوك، وفي 3 حسابات، يعني كل حساب رئيسي في عليه 3 حسابات فرعية وممكن إنشاء صفحتين. بالنسبة إلي أنا بستعمل كل هذه الحسابات علشان أنشر فيديوهات اليوتيوب، وطبعا بالفترة الأخيرة يعني عم بيجيني من مشاهدات الفيسبوك حوالي 10% من مجمل المشاهدات الكلي. أتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للنهاية، راح نشوف كيف نعمل حساب ثاني وثالث ورابع، وكيف نعمل صفحة على الفيسبوك. واللي أول مرة بيشاهد هذه القناة أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، وشكرا للجميع، تابعونا للنهاية. أولا بدنا نشوف كيف ممكن نعمل صفحة على الفيسبوك. هذا الحساب الفيسبوك الأول اللي عندي، ندخل هون على 3 شحطات أو شرطات علشان ندخل على الحسابات جميعها. هنا بيحكي لنا طبعا المجموعات، احنا ما بدنا نعمل مجموعات، بدنا نعمل صفحة. ندخل على هاي الصفحة، بدنا نتأكد انه احنا موجودين على هذا الحساب. هل احنا على هذا الحساب؟ كيف بنتأكد؟ بنضغط هون وبنضغط، بنشوف هون علامة الصح، اذا احنا موجودين على هذا الحساب. هلا هذا الحساب بدنا ننشئ عليه ملف شخصي اخر. لاحظ هنا في عندي انشاء ملف، هنا في عندي انشاء، طبعا ممكن نعمل انشاء صفحات كمان. لو رجعنا على الحساب نضغط هنا على الصفحات، طبعا احنا راح نشرح بعد قليل كيف نعمل حساب شخصي. هلا في هنا عندي صفحة، وهنا في عندي صفحة، لكن هنا اذا في عندي اشارة زائد انا ممكن انشئ كمان صفحة، يعني ممكن يصيروا عندي 3 صفحات. بنضغط هنا على انشاء صفحة على طول، يعني انت اذا بتتبع الخطوات اللي هو بيحكي لك شو تعمل. هنا بدء الاستخدام، هنا بدك تعمل اسم الصفحة، وهكذا بتضلك كل ما تخلص من خطوة بتعمل التالي لغاية ما انك تنشئ الصفحة. والطريقة سهلة جدا، اتمنى انكم يعني تتوفقوا لعمل صفحة جديدة على الفيسبوك. وراح نروح على الشرح كيفية عمل حساب شخصي اخر على الفيسبوك. ندخل الى الفيسبوك، نلاحظ هنا هذا الحساب الشخصي الأول اللي أنا، هذا حساب شخصي رئيسي. لو ضغطنا هون على هذا الحساب نشوف الأشياء اللي أنا بنشرها على هذا الحساب، وهو حساب رئيسي. طبعا أنا بنشر فيديوهات اليوتيوب، هاي مثلا هذا فيديو يوتيوب، وجميع فيديوهات اليوتيوب أنا بنشرها على الحسابات، يعني مش عم بستعمل الحساب لأي شيء آخر. نضغط هنا على هاي اللي رقم 7 عشان نشوف الحسابات الأخرى. طبعا هذا حساب رئيسي وفي عليه حسابات فرعية، هذا حساب فرعي وهذا حساب فرعي وهذا، وهاي صفحة وهاي صفحة. لاحظ في عنا حسابين فرعيين وكمان صفحتين على اليوتيوب على الفيسبوك. هلا في عنا كمان حساب اخر رئيسي، على هو موجود على هاتف اخر، ولكن بامكانك بعد فتره انك تحولهم 2 على جهاز واحد. هلا بدنا نسجل الدخول باستخدام حساب اخر. لاحظ هذا حساب وهذا اللي بجنبه حساب، فاحنا بنسجل الدخول بهذا الحساب. لاحظ
نضغط هون على هذا الحساب، نسجل الدخول لوحده من غير استعمال كلمة مفتاحية، يعني كلمة سر أو أي شيء آخر. هلا بنضغط هون على هذا الحساب نشوف شو بننشر عليه. لاحظ بننشر عليه كمان نفس الأشياء اللي هي فيديوهات اليوتيوب. هذه فيديوهات اليوتيوب كمان بنشرها على هذا الحساب. طبعا الفائدة من نشر الفيديوهات على فيديوهات اليوتيوب على الفيسبوك بيجيب لك مشاهدات عديدة جدا. الآن هذا الحساب الرئيسي، أنا بدي أشوف هل بستطيع إني أعمل حساب فرعي على هذا الحساب. فإحنا هنا بنروح بنضغط على السهم هذا وبنختار الحساب اللي بدنا ننشئ عليه ملف شخصي. لاحظ هون هذا الحساب لازم تتأكد أنت على أي حساب موجود، إذا هون صح فأنت موجود على هذا الحساب. هلا بننشئ الحساب الجديد على هذا الحساب. هلا بنضغط هون على الزائد، هون بيحكي لك ملف شخصي جديد أو صفحة جديدة، تكتب له ملف شخصي. يعني انت مش عم بدك تعمل صفحة، لكن لما بدنا نعمل صفحة بنضغط احنا على صفحة. هلا بنضغط هون على ملف شخصي، هون صفحة عامة، نضغط على صفحة عامة. عفوا نضلنا على ملف شخصي، هاي الصفحة بعدين. هلا بنضغط على التالي، هنا بيحكي لك يمكنك إنشاء ملف شخصي آخر باستخدام اسم مختلف. استخدم أي اسم أنت بتريده، ولكن المفروض إنه هذا الاسم يدل عليك، يعني الأشخاص لما يشوفوا الاسم يعرفوا إنه أنت الشخص اللي مقصود. فأنت ممكن تستخدم اسم قريب من اسمك أو اسم عيلتك أو أي شيء زي هيك. هنا يعني بيحكي لك تفاعل بدون تردد، والتبديل بين الملفات الشخصية بتسجيل دخول واحد. يعني بيشرح لك الميزات اللي ممكن تستفيد منها من إنشاء حساب آخر. نضغط هنا، هنا بتكتب اسم الملف. طبعا أنا اسمي الشخصي حسن ضميري، لكن اسم الملف ممكن أنا أكتب أي شيء آخر. ممكن أكتب حسن ضميري 52 مثلا، بحط رقم 52. اوكي، حط لي اوكي. لما يكون الاسم مناسب بيحط لك هنا إشارة زائد بالأخضر. هنا بنكتب متابعة. لاحظ أنشأ لك الصفحة، أوشك ملفك الشخصي على أو الحساب قصدي، أوشك ملفك الشخصي على أن يكون جاهزا. إيش اللي ناقص؟ ناقص إنك تضع هنا هاي الصورة الشخصية وهنا صورة الملف. هلا إيش بحكي لك هون؟ اسم المستخدم هيو موجود هنا، اسم المستخدم. بعدين بحكي لك متابعة. هلا إيش مطلوب؟ التحكم في الإعدادات. طبعا هاي كل الأشياء ممكن أنت تعملها بعدين. انتبه جيدا لما تقوله أو تفعله. بعدين الوصول إلى ملفاتك الشخصية، كيفية استخدام المعلومات. هاي الأشياء كلها أنت لازم تعرفها. هلا إنشاء ملف شخصي، جاري إنشاء ملفك الشخصي. هيك هلا إحنا أنشأنا ملف شخصي باسم حسن ضميري 52. لاحظ هاي جاري التبديل إلى حسن ضميري 52. هذا ملف شخصي جديد. هون إذا بدي أضيف صورة، بضيف الصورة، بضغط هون وبدخل على الصور وبضيف صورة. مثلا أنا بدي أضيف إحدى الصور اللي موجودة هون، هذه الصورة. لا عفوا، يعني هاي الصورة نضيفها هون. لاحظ أوتوماتيك نزلت هون، بنحفظها، بنعمل حفظ. إذا بدك تضيف صورة شخصية، هنا إضافة صورة غلاف، هون إضافة صورة ملف شخصي. ممكن تضيف نفس الصورة، هنا ممكن نضيف
نفس الصورة. أوكي، بحكي لك يرجى إعادة المحاولة، بعدين بنحاول. هلأ بنضغط على التالي. هنا في عندك إكمال إعداد الملف الشخصي، هون بدك تبحث عن أشخاص بحيث إنهم يعني يصيروا أصدقاء عندك. الأشخاص الذين تمت إضافتهم مؤخرا، اثنين من الأشخاص، وبعدين بنضغط التالي. بعد ما تضيف الأشخاص اللي أنت بدك إياهم نضغط على التالي. هل تريد متابعة دون إضافة؟ نحكي له متابعة، بعدين بنضيف اللي بدنا إياه. هلا هون الانضمام إلى المجموعات، بنحكي له التالي، ما بدنا مجموعات، أو إذا بدك مجموعات ممكن تعمل مجموعات. متابعة الأشخاص الملهمين أو المسليين، بنحكي له التالي. وإدارة الإعدادات، طبعا بإمكانك تعمل إدارة للإعدادات على هذا الملف. طبعا بعدين بإمكانك تعمل كل شيء على هذا الملف. إحنا هيك أنشأنا الحساب على هذا، يعني حساب فرعي على الحساب الرئيسي. تمام، هذا هو الحساب الجديد. لاحظ هاي الصورة وهاي الصورة، هذا هو الحساب الجديد. يعني أتمنى إنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وإن شاء الله في الفيديو القادم راح نعمل فيديو آخر كيفية إنشاء صفحة على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.